الأزواج المقبلين ولا الأزواج اللي راهم عايشين نفس المشاكل؟ نعم، نقدر نقول ممكن يعني جل المشاكل التي تحدث بين الزوجين هي عدم الحوار، صح. عدم التفاهم التواصل. يعني عدم التواصل. نعم بارك الله فيك. يعني لما يكون ما كانش تواصل، ما كانش حوار بين الزوج والزوجة، حتى يعني في بعض الأحيان ممكن الأزواج يعني يجعلون من زوجتهم كأنه خلاص أنا جبتها للمنزل، يعني تقوم بإعداد الطعام، يعني الطبخ، تنظيف وما إلى غير ذلك، يعني هذا فقط. أما الأمور الأخرى يعني نشوف انه الحياه الزوجيه هي حياه تشاركيه، كما قلتي انه لما نروح نشوف قصص الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، انا ممكن لا اقول انه يعني الجل، ولكن يعني اخليها 50% من المجتمع العربي كامل المسلم لا يقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه لما تشوفي تقراي تروحي تسمعني يعني في هذه القصص وهذه الحكايه وكيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فهي تغنينا ممكن عن الالاف من الدورات اللي راهي تقام اليوم، كيفاش نتعامل مع زوجي، كيف اختار ممكن شريك الحياه، كيف اتعامل يعني مع ممكن لحظه الغضب، حتى لا ننسى انه الامور يعني التي تحدث ما بين الزوجين هي واردة، يعني كل مرة ممكن نلقاو بعض المشاكل، ولكن هذا ممكن ما يخليناش انه نقولوا نفقد يعني لذة الاثنين.